طيب خلونا نشوف الفيديو التالت. جهاد نازلة مع واحد ما شاء الله، نشوف الناس هتعمل معاها ايه. طب سؤال بقى، لو في ناس بتفكر زي سواق التاكسي ده وشايفين ان اي بنت تلبس قط قلة الادب ولازم يعاقبوها بالتحرش وبان هم يضايقوها طول الوقت، لو الناس دي شافت البنت اللي لابسه قط ماشيه مع واحد بادي بيلدينج وعنده عضلات هيعكسوها ولا بيخافوا ما يختشوش؟ تعالى وانا اقولك. زي ما انتوا شفتوا محدش نطق بكلمة، وحتى اللي بص ما بصش غير لما عدينا. بس تفتكروا لو ماشي مع شاب عادي، شاب لابس شورت ولابس على الموضة، تفتكروا الناس هتعمل ايه؟ شكرا.